إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب في الله، اختلف أهل العلم في أي العبادات أفضل، منهم القائل الصلاة، ومنهم القائل الصيام، ومنهم القائل الصدقات، ومنهم القائل الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك من كلام أهل العلم. ولكن الذي عليه المحققون أن أفضل العبادات عبادة الوقت، ونحن الآن سنقبل إن شاء الله تعالى بعد نصف شهر على عبادة عظيمة وشهر عظيم، الشهر الذي أوجب الله سبحانه وتعالى فيه الصيام، وسن لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم القيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أوجب الله سبحانه وتعالى الصيام بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا يا رب؟ لماذا الصيام؟ لماذا نجوع أنفسنا ونعطشها؟ قال: لعلكم تتقون، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لكي يتحقق من هذا العبد تلك العبودية. تتحقق العبودية، ثم إذا تحققت العبودية المطلقة لله تعالى، هنا يأتي حقيقة التقوى لله عز وجل. ولذلك ذكر أهل العلم كما يقول العز بن عبد السلام والإمام الشاطبي رحمهم الله تعالى أن من أعظم مقاصد الصيام تحقيق التقوى. أجل، يجب علينا إذا أقبلنا على عبادة من العبادات أن نعرف أحكامها. وفي هذه الخطبة أختصر لكم بعض أحكام الصيام، ولن أتحدث عن الفضائل كثيرا، فكلنا يعلم فضائل رمضان وفضائل الصيام. ويكفي في الصيام ما جاء في الصحيحين قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء عند الإمام أحمد بسند حسن كما قال الحافظ ابن حجر: وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويحسنه كذلك الإمام الترمذي رحمهم الله جميعا.
ولكن الذي عليه جمهور المحدثين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي روايه من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأحباب في الله، الصيام لغة مطلق الإمساك، ولذلك قال الله عز وجل على لسان مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مطلق الإمساك، الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الحركة. تقول العرب: خيل صائمة وخيل صيام، يعني لا تتحرك، قائمة دون حركة. وأما في الشرع وفي الاصطلاح الفقهي الشرعي عندنا معاشر المسلمين، الصيام هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وله أركان ومستحبات ومكروهات ومباحات، ونتطرق في هذه الخطبة إلى هذه. أولا أركان الصيام، أركان الصيام اثنان: الأولى النية، ويجب أو يشترط في النية أن تكون مبيتة من الليل، لا يجوز أن تنوي الصيام قبل أو بعد طلوع الفجر، يشترط في الصيام أن تنوي ذلك قبل طلوع الفجر أي من الليل، وذلك لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، الحديث الصحيح وعليه جمهور أهل العلم، وعليه مذهب الشافعية وغيرهم، وعليه مذهب الشافعية وغيرهم من الفقهاء على اشتراط النية قبل طلوع الفجر. وهل تجب كل ليلة؟ الجواب نعم، الجواب أن كل يوم صيام أو عبادة مستقلة، فيشترط أن تنوي كل ليلة قبل طلوع الفجر. والنية محلها القلب، ولا يشرع النطق فيها، والسحور نية. إذا قمت لكي تأكل طعاما قبل طلوع الفجر، لما تأكل هذا الطعام؟ لأجل أني سأصوم، هذه هي النية. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والسحور نية، أو معنى كلامه، وليس شرطا أن تنوي وأن تتلفظ بلسانك كما يفعل بعض الجهلة من الناس، يلزم الإمام يقول: نويت أصوم يوم غد، أو نويت أصوم يوم غد عن أداء شهر رمضان إلى آخر ذلك، وينوي المصلون خلفه، وهذا ليس مشروعا. الركن الثاني الإمساك عن جميع المفطرات، ركنان: الأول النية، الثاني الإمساك عن جميع المفطرات. والمفطرات نوعان: نوع يجب الكفارة مع القضاء والتوبة، ونوع يوجب القضاء فقط، فإن تعمد وجب عليه القضاء مع التوبة. أما الأول فمن جامع في نهار رمضان عامدا عالما ذاكرا لصومه بطل صومه، وعليه ثلاثة أمور: القضاء والكفارة وعليه التوبة، لأنه انتهك حرمة رمضان فجامع أهله في نهار رمضان عالما عامدا بذلك. والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو أن يطعم 60 مسكينا. هذا ما يوجب القضاء والكفارة والتوبة إلى الله تعالى. وأما القسم الذي لا يوجب الكفارة، منه إنزال المني، فلو خرج المني في اليقظة عامدا أو عالما بالتحريم فقد وجب عليه إثمان: إثم انتهاك رمضان، وإثم ارتكاب المعصية، لأن الاستمناء
من المعاصي التي جاءت النصوص بتحريمه. ثالثا الأكل والشرب ذاكرا، فإن نسي أو أكل فإنما أطعمه الله وسقاه كما جاء عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. والأكل والشرب سواء كان واضحا كما هو معلوم من الأكل والشرب أو كان بمعنى الأكل والشرب كالحقن المغذية، إذا كان الإنسان مريضا يعطى له حقنة إذا لا يستطيع أن يأكل ويشرب، وتسمى الحقن المغذية، تغذي الجسم، فهذا يفطر الصائم. والطعام والشراب سواء كان نافعا أو ضارا، مثل الدخان، السيارة، ومثل الشيشة والمذاع كما يسمى، هذه كلها من المفطرات. لأن بعض الناس يقول الدخان أنا لا أدخله إلى الجوف، الدخان يخرج إلى خارج الفم، هذه مغالطات من المدخنين هدانا الله وإياهم. ومن المفطرات كذلك حقن الإبر المغذية كما ذكرنا، لأنها بمعنى الطعام والشراب. ومن المفطرات أيضا الحيض والنفاس عند النساء والولادة، فلو حاضت أو نفست وخرج منها الدم ولو كان قبل غروب الشمس بدقائق، إذا تحققنا أن الشمس لم تغرب بعد فأفطرت ويجب عليها قضاء ذلك اليوم والأيام التي ستأتيها عادتها. كذلك من المفطرات القيء عمدا، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. قال، والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة بسند صحيح، إذا تعمد القيء أدخل إصبعه فأخرج ما في جوفه عامدا عالما بطلت أو بطل صومه. ومن المفطرات أيضا الردة عن الإسلام، يبطل دينه وتبطل عقيدته ويبطل إسلامه ويبطل الصوم كذلك، وعليه جمهور الفقهاء. كذلك حقن الدم لمن يحتاج إلى الدم، قد يحتاج المريض إلى أن يغذى بالدم فيحقن الدم في جسده، فهذا يدخل إلى جوفه بل إلى جسده كاملا فيفطر الصائم. هذه من المفطرات. وهناك يعني الأركان ومفطرات، بقي لنا المستحبات. ماذا يستحب في الصيام؟ الصيام بعد وجوب الصيام يستحب أمور، منها السحور. قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، والحديث متفق عليه. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم كما جاء عند الطبراني وابن حبان بسند حسن إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، الذي يأكل السحور، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والسحور يدخل وقته بعد منتصف الليل، فمن أكل أو شرب الساعة التاسعة أو العاشرة ليلا ليس سحورا، لابد أن يأكل لكي يحقق السحور أن يأكله بعد منتصف الليل ولو بجرعة ماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ويقول صلى الله تعالى عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وابن حبان نعم سحور المؤمن التمر، ولو أكلت تمرة واحدة فهو نعم السحور، وبذلك حققت أنك أتيت بالسنة ويصلي الله وملائكته عليك إن شاء الله تعالى. ومن المستحبات كذلك تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال صلى الله تعالى عليه وسلم فيما جاء في المتفق عليه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وجاء في بعض الروايات قال عجلوا الإفطار وأخروا السحور، والحديث عند الطبراني بسند صحيح.
ويستحب لمن أفطر أن يعجل بالفطر وأن يفطر على رطبات من التمر، إذا لم يجد رطب فبالتمر، وإذا لم يجد التمر فبالماء، كما ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، جاء عند أبي داود والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفطر على رطبات، يعني من التمر، قال: فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. فإذا لم تجد رطب ولا التمر فعليك بالماء. ومما يستحب كذلك في الصيام الدعاء والإكثار من الدعاء، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، قال: دعوة الصائب، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والحديث حسن، رواه أبو داود وغيره. هذه بعض المستحبات. ناهيك عن الأعمال التي يستحب للصائم أو في رمضان، منها كثرة قراءة القرآن والذكر والفضائل والصدقة والإنفاق. قال صلى الله تعالى عليه وسلم كما جاء عند أحمد وغيره بسند صحيح: الصيام والقرآن يشعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب. ويقول القيام: أي ربي منعته النوم في الليل. قال: فيشفعان، أو ضبطت فيشعان، يعني يشعان فيقبل الله سبحانه وتعالى شفاعتهما. فيستحب للإنسان الإكثار من قراءة القرآن. كان السلف الصالح يكثرون من القرآن، ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يختم في رمضان 60 ختمة، ختمة في الليل وختمة في النهار. وكان الإمام البخاري يختم 60 ختمة في النهار وعشر ختمات في الليل، يقرأ كل 3 أيام يختم ختمة في صلاة التراويح. وإلى يومك هذا هناك بعض المساجد وفي بعض الدول يقرأ كل يوم 10 أجزاء، فيختمون في التراويح المصحف كاملا كل 3 أيام. ويستحب للإمام في صلاة التراويح والقيام أن يسمع الناس القرآن، فيقرأ كل يوم على الأقل جزءا واحدا. قال الإمام أحمد بن حنبل: ويستحب أن يسمع الناس القرآن في صلاة التراويح، يعني في السنة ولو مرة واحدة يسمع الناس كلام الله عز وجل. وكذلك مما يستحب للصائم مع صيامه، بل يجب عليه، أن يصوم جوارحه كما يصوم بطنه. ولذلك يقول صلى الله تعالى عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع، ورب قائم حظه من قيامه السهر، وفي بعض الروايات والتعب. فإذا صام عن الطعام والشراب يصوم عن البطش، ويصوم تصوم عينه عن النظر إلى المحرمات، وتصون أذنه عن الاستماع إلى الغيبة والنميمة والأغاني والموسيقى، ويصون لسانه عن الغيبة والنميمة والسب والشتم. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، وليحفظ فرجه. قال صلى الله تعالى عليه وسلم كما جاء في الصحيح: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين فخذيه، يعني الفرج، أضمن له الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، واجتهدوا بالدعاء فإنه مستجاب إن شاء الله تعالى.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكان خير نبي لخير أمة. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر زوجات النبي، واحشرنا في زمرتهم، اللهم آمين. أما بعد، فهناك بعض المباحات والمكروهات نذكرها على عجل في هذه الدقائق القليلة. أما المباحات فيستحب أو يجوز ويباح الاغتسال في أي وقت، وكذلك المضمضة والاستنشاق بدون مبالغة. قال صلى الله تعالى عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا بالغ في المضمضة أدخل الماء في فمه وبالغ فدخل الماء إلى جوفه فقد أفطر، أو بالغ في الاستنشاق استنشق من الماء فدخل إلى الجوف أفطر وعليه القضاء، لأنه أثم بالمبالغة. أما إذا تمضمض وسبق الماء إلى جوفه فليس عليه قضاء، لأنه لم يتعمد إيصال الماء إلى الجوف، وقال بعض الفقهاء عليه القضاء وليس عليه إثم. وكذلك بل الشفتين، إذا أخذت ماء تبلل شفتيك في شدة الحر. ونحن هنا في إندونيسيا بفضل الله عز وجل ليس هناك حر شديد مثل بقية الدول العربية والجزيرة العربية، وفيها حر شديد خصوصا في هذه الأزمنة التي يأتي فيها رمضان في الصيف وفي الحر الشديد. ثانيا كذلك شم الروائح، إذا شم رائحة العطر أو الطيب فلا بأس بذلك، إلا البخور الذي يصعد منه الدخان فلا يتعمد، لأن الدخان جرم، فإذا استنشقه عامدا عالما بالتحريم بطل صومه عند بعض الفقهاء. كذلك إذا أصبح جنبا، إذا جامع زوجته وأذن المؤذن ولم يغتسل بعد وقد نوى الصيام، فيغتسل بعد طلوع الفجر لصلاة الفجر وصومه صحيح وليس عليه شيء. مداواة الجروح وكذلك وضع الدواء عليها ما لم يصل إلى الجوف فلا بأس بذلك. إخراج الدم لأجل الفحوصات الطبية فليس عليه حرج وهو مباح. الدهن والحناء والكحل في العين وكذلك بعض هذه الأمور ليس به بأس إن شاء الله تعالى. كذلك إذا احتلم في نهار رمضان، كان نائما فاحتلم وخرج منه المني، وجب عليه الغسل وصومه صحيح. كذلك استخدام البخاخ، بعض الناس عنده ما يسمى بالربو لا يستطيع أن يصوم فيستخدم البخاخ، يأتي علبة ينفخ في فمه حتى يستطيع أن يتنفس فلا بأس بذلك، إلا إن يخرج منه دواء سائل يدخل إلى الجوف فهذا يفطر الصائم. وأما المكروهات فمنها التقبيل والمباشرة، يكره أن يقبل زوجته أن يباشرها وإن لم يجامعها، لأنه من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فلا يجوز لمن علم من نفسه أنه لا يضبط شهوته أن يقبل زوجته أو أن يباشرها وهو صائم. كذلك يكره العزم على الفطر، وإن كان لا يفطر عند الشافعية ولكن عند الحنابلة، إذا قال أنا سأفطر وعزم على الفطر
فقد أفطر، سواء أكل أو شرب أو لم يفعل، فقط بمجرد النية. ثالثا الحجامة، وهي من المفطرات عند الظاهرية والحنابلة، لذلك يكره الحجامة في النهار، يعملها ليلا. تقطيع الدواء في الأذن من المفطرات عند الحنفية والشافعية والحنابلة، إذا فعل الدواء في أذنه فهذا يفطر عند الأئمة الثلاثة، لذلك يفعله ليلا ويجتنب ذلك نهارا. كذلك من المكروهات المبالغة بالمضمضة والاستنشاق كما ذكرنا، وكذلك الحقن غير المغذية، الحقن العلاجية عند بعض الفقهاء تفطر، ولذلك يفعلها ليلا. وكذلك بعض الناس إذا أذن الفجر يقوم يشرب ماء، لا يجوز. إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت وشربت ماء وهو يؤذن فقد أفطر، وعليه القضاء والتوبة إلى الله عز وجل لأنه تعمد ذلك. يكره كذلك بلع النخامة، النخامة التي تخرج من الجوف يكره بلعها، لأنها من المفطرات عند الشافعية والحنابلة، إذا طلعت النخامة إلى اللسان يجب أن يمجها عند الشافعية والحنابلة، فإن ابتلعها فقد أفطر، لأنها مثل القيء عندهم. يكره تذوق الطعام بدون حاجة، إذا كان هناك طعام يذوقه ليس لك حاجة فلا تفعل ذلك. ومن المكروهات كذلك إدخال شيء إلى الجوف من غير منفذ الأنف والفم، كمنفذ القبل والدبر والأذن، ومنه التحاميل الطبية التي تؤخذ من الدبر، وكذلك الحقن الشرجية، والكراهة شديدة لأنها من المفطرات عند جمهور الفقهاء، لو أدخل شيء من ذكره أو من دبره فقد أفطر عند جمهور الفقهاء. من المكروهات كذلك وهي شديدة تضيع الأوقات في نهار رمضان ولياليه باللهو واللعب والمسلسلات والأغاني وفوازير رمضان كما يقال، أو المسابقات التي تأتي في بعض القنوات، هناك قنوات شيطانية لا تبث برامجها المسمومة إلا في رمضان، والناس يستعدون للصيام والقيام وقراءة القرآن وهم يستعدون بالأغاني والموسيقى وبالأفلام والمسلسلات، وهذه كلها من المحرمات. كذلك يكره التسكع في الأسواق في ليالي رمضان وفي نهار رمضان، إذا كان لديك شيء افعله في شعبان الآن، اذهب واشتري أغراضك، اشتري ثياب العيد في شعبان قبل أن يحل رمضان حتى تتفرغ في رمضان للعبادة وقراءة القرآن. كان السلف لا يحدثون، كان الإمام مالك يمتنع عن الحديث، حدثنا فلان عن فلان في رمضان، لأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكذلك كره أهل العلم مذاكرة العلوم وتعلم العلوم، الفقه والحديث والمصطلح والتفسير، هذه كلها في غير رمضان. في رمضان تفرغ للقرآن، لقراءة القرآن، لحفظ القرآن، لا بأس بالتفاسير لتدبر معاني القرآن. ومما يكره أيضا في رمضان الاشتغال بغير الذكر، بعض الناس يخرج ليلعب كرة القدم، وبعضهم يلعب الشطرنج، وبعضهم يلعب يعني هذه الألعاب، لا تضيع وقتك، إياك أن تضيع أوقاتك في غير ما طاعة في رمضان. ولذلك انتهز الليالي بالقيام والتراويح وقراءة القرآن. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. لا تضيع الليالي، لا تضيع العشر الأواخر، لا تضيع الاعتكاف، سنة مهجورة في بعض الدول، وفي بعضها
تجد الناس يعتكفون في العشر الأواخر في المساجد، زوج وزوجة وأولاد يجلسون في المسجد، الرجال في مصلى الرجال والنساء في مصلى النساء. حتى في بعض دول الكفر في أمريكا وبريطانيا وبعض الدول هناك المراكز الإسلامية يعتكف الرجال والنساء. النساء يكن في مصلى خاص، لا يختلط الرجال بالنساء، هذا لا يصح ولا يجوز. فهذه بعض الأحكام وبعض الفضائل في رمضان. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما بلغنا شعبان أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على الطاعات في رمضان، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والصهيونية والشيوعية والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم احفظ بلاد إندونيسيا، اللهم جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ الإندونيسيين واحفظ هذه البلاد سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إذا أردت بنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. قبل أن أنهي خطبتي هناك ملاحظتان. الملاحظة الأولى الدعاء. جاء في صحيح مسلم أن الدعاء يوم الجمعة يستجاب حين يصعد الخطيب على المنبر إلى أن يسلم من الصلاة، يستحب الدعاء. وبين الخطبتين ارفع يديك وادعو. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا لم أكن خطيبا أدعو بين الخطبتين وأرفع يدي. يستحب رفع اليدين في وقت الدعاء بين الخطبتين، أو عندما أنتهي من الخطبة تدعو الله عز وجل قبل الصلاة وأثناء الصلاة وفي السجود. ويستحب للإمام أن يطيل حتى يتمكن المأمومون من الدعاء. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن من مئنة خطبة من فقه الرجل طول الصلاة وقصر الخطبة. فيستحب الإكثار من الدعاء. والوقت الثاني من بعد العصر إلى غروب الشمس، وكذلك الوقت الثالث قبل غروب الشمس بساعة، آخر ساعة من رمضان. هذه ثلاثة أوقات يستجاب فيها الدعاء. الموضوع الثاني التأخير يوم الجمعة. بعض الناس يأتي متأخرا، والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: تقدم وأتم بي وليأتم بكم من بعدكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، في رواية مسلم عند أبي داود بزيادة: حتى يؤخرهم الله في النار وإن دخلوا الجنة. والفضائل يوم الجمعة: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، وفي الساعة الثانية بقرة، وفي الثالثة كبشة، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة. فإذا صعد الخطيب على المنبر أغلقت الملائكة الصحف وقعدوا يستمعون الذكر. بارك الله فيكم. يجب أن تحرصوا على الجمعة قبل أن يصعد الخطيب على المنبر بساعة أو ساعتين، تشتغل بالذكر وقراءة القرآن وسورة الكهف والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.